وجينا نظرنا للشارت العقارية التاريخي ده، واحد جاء يعني سأل سؤال كده، قال يعني أنتم ما شاء الله عليكم ما أدري إيش، كيف أنتم أحيانا تتنبؤوا بأشياء زي كده والسوق أكبر من الجميع؟ طبعا إحنا يا حبيبي ما لما نتنبأ بنتنبأ بناء على تحليل، مو غرض التحليل الفني لما نتنبأ يعني قرآن يعني. طيب أنا ممكن التحليل يخرب، ممكن في أشياء تخرب، لكن ما دام هو ضمن القواعد اللعبة فمن حقنا نتفائل، لأنه إن شايفين مستقبلنا زاهر. كيف تنبأنا لو اختحم في يوم من الأيام أبو عقعق 17 و18 نتوقع نروح 27 ونجحنا؟ تحليل في حاجة في الشارت الشهري ده إذا مهمة جدا، تدعونا للتفاؤل مع أخونا أبو باسل ونأيد نظرته، هو ما اتطرق لها. دحين هذا الشارت العقارية تاريخيا من أعلى قمة في عام 2006 إلى قيعان 2016، يعني هذا الشارت كم عمره؟ هذا الشارت اللي شايفينه قدامكم عمره كم سنة؟ هذا الشارت عمره تقريبا حوالي 15 سنة، داخلين في السنة 16، أنهى 15 سنة من فبراير، لا والله من فبراير من عام 2006 إلى فبراير 2022 بعد شهر يكون كمل كم بالضبط؟ 15 سنة. الشارت هذا فيه إيش؟ فيه قمتين أساساً، هذه القمتين هي القمتين اللي نحن دائماً بنعتمد عليها كثير في تاريخ السوق السعودي، يعني أقوى قمتين اللي هي قمة 2006. إيش القمة الثانية التاريخية اللي قاعدين نتغنى فيها الأيام دي ونحن فوقها؟ قمة 2014. فلو جينا الآن سحبنا ترند من قمة 2006 إلى هنا، أساساً يا جماعة إيش الحدث الجوهري اللي حصل في 2021؟ نسيتوا إنه أبو محمود لما كان في العقارية ما تفاءل يروح السهم لمنطقة زي 27 إلا بناء على إيش؟ إيش القوة اللي أخذها في التحليل حقه في الفترات الماضية؟ كان أهم قوة مو هي قوة السقف، لا السقف هذا جاء بعدين. يعني لو جينا الآن نتذكر هذا السقف يا جماعة، شوف هذا جاء بعدين، بس هنا حصل شيء في مناطق 17 ريال اللي هي اختراق الترند الهابط الرئيسي. من بعدها شوفوا طلع، لما اخترق ولم يغلق سقط، شوفوا قديش قاعد يضرب في الترند إلين اخترقوا في شهر كم؟ لما اخترقوا هنا في شهر 3 وقفل قلنا الله أكبر العقارية دي إن شاء الله حتروح. ساعتها ديك الأيام إيش سوى أبو محمود؟ راح من قاع كورونا. إيش سوى؟ كالعادة زي ما تحلل على اليومي نفس الأدوات تحلل على الشهري، تحلل على أي فريم تبغى. دحين أنا عندي ترند كبير، رحت أخذت آخر موجة أبغى هدف قريب، لقيت آخر قاع كورونا، سحبت السهم من هنا لهنا وجيت عند الاختراق وحطيت السهم هنا وقلت الله أكبر بالراحة. نحن عندنا قمة 2007 وعندنا قمة 2014 والهدف بالراحة حتى هدف الوتد يجيبنا عند 27. احنا ما قلنا ما اتطرق لهدف الوتد 30، كنت أقول خلينا نوصل 27 ونحن في خير ونعمة. أين ذهب أبو عقعق؟ ذهب أبو عقعق وسجل، كان هدف الوتد قريب 30، هو وصل 28-30 ولف الطار يعني، بس جمل الله حاله. هنا قيد اصطدم زي ما انتم شايفين في قمتين تاريخيين، قمة 2007 وقمة 2014. والآن تعالوا شوفوا ماذا يعني لو كان استراتيجيا فعلا نحن كاسرين السقف ورايحين، ايش حيكون بالنسبة لنا لما يوصل 17؟ ايش حنقول؟ في سهم عايشين في اليوم مخترق ترين زي كده ومختبره وقاعد يلف الطار الآن ومطفشنا، وقلنا اختبر الترند المخترق من عام 2008، هذا أقدم منه من عام 2006. من هو السهم اللي نحن الآن جالسين فيه وفي هذا وفوق المتوسطات مو البابطين؟ معناه أبو عقعق لو كسر وراح 17 حنعتبرها إيش؟ منطقة الاختبار.
يعني حنبقى دائما متفائلين انه في شيء فني قوي يقول لك انت على الاقل راجع تختبر الترين، زي ما زي زين لما شرحنا في زين لما نزل في قاع كورونا وضرب المتوسط قلنا قيده كان مخترق ترين ورجع اختبره، فحيكون الدخول عند 17 اكثر اغراء لملاك ابو عقعد. طيب في حاجه ثانيه الان ابغى احطها، هذا شيء يخلينا نتفائل بانه مستقبل العقاريه ايش؟ فوق ولا تحت مستقبلا؟ فوق، لانه على الاقل نحن جالسين نلعب على خلاص يعني انهينا المرحله الهابطه والتصحيحات طول السنين الماضيه. في عام 2021 حصل حدث جوهر، على الاقل حتى لو صححت الان انا مستقبلي قمم وقيعان صائب. طيب في حاجه ثانيه قويه كمان، نرجع لمبدا القنوات. لو جينا الان نسينا الموضوع، الموضوع الاولاني فهمناه الكبير ده، لو جينا للموجه دي بس، هذه الموجه من 2014 هو اخونا ابو باسد رسمها، لكن انا خلوني اوريكم طريقتي. انا الان كنت ديك الايام هنا عشت السهم عند 14 وصابر عليه محتسب الله يرحم ديك الايام بعد كورة، قاعد أحلم يخترق السهم ترند. طبعا أنا هنا لما جيت اخترقت الترند هذا برضو كموجة فرعية، برضو حسوي زي كده، حروح لقاع الوتد واجي عند الاختراق وأسوي كده، السهم قول هنا اصطدم في الترند ما قدر يكمل هدف الوتد، كملوا متى رجع اختبر بعدين كملوا وصل شوفوا قمة الشمعة دي، بعدين هدى اللعب وما شاء الله تبارك الله من هنا كمل. هذا شيء يذكر في الطريق انه كيف هدف الوتد تحقق، شوف ما تحقق بسرعه، راح ورجع اختبر الترند بعدين جلس شهرين عزبنا وبعدين راح وجاب هدف الوتد، بعدين هدى شويه، لما هدى ليه يا جماعه ما طاح مره واحده؟ لانه كان قد اقتحم خط الترند الرئيسي، فهذا اعطاه قوه ثانيه. طيب في شيء ثاني قوي حصل في الرسم البياني في عام 2021. لو تركنا الموجات التاريخية القديمة وجينا الموجة عام 2016 زي ما رسم لكم المسار، هنا عندنا قناة فرعية أتفرج على المنظر ده. أتخيلوا الآن إني أنا ما رسمت لكم في الشارت موضوع سقف القناة هذه الفرع الصغير، وبقيتكم على هذا على هذه القناة الرئيسية اللي هي من قاع 2016 مرورا بقمة 2018. تعالوا نشوف ماذا فعل العقارية أيضا ضمن هذه القناة. جاك أول مرة اخترقها ولم يغلق تحتها فسقط، جاء في شهر من الشهور اخترقها وأغلق عندها وكنا مشككين في أمره، إلين أغلق شهريا فوقها قبل ما يطلع اختبرها بشمعة صغيرة وبعدين طار. لو جيت رسمت هذه القناة، أنا سأترك لكم الآن الحكم أيهما أقوى، سقف القناة اللي من هنا لهنا ولا سقف القناة، خليني أغير الألوان، سقف القناة اللي باللون الأحمر ولا اللي باللون الأسود؟ يا سلام الأحمر، الأحمر ده ممكن يخلينا نقول للأسود مع السلامة. أنا فتحت الهرجة فيه وحسيت بمصداقيته عند الاختبار وكملت كلامي مع أبو باسل، لكن لما نجي نتكلم بشكل استراتيجي أكبر نكتشف إنه حتى هذا السلوك العقارية وهو طالع يمكن منسجم مع الأحمر أكثر من الأسود، والدليل إنه شوفوا لما جاء هنا اخترقوا وقف عنده، الشهر الثاني حافظ عليه، الثالث حافظ عليه انطلق، إلى اليوم نحن ما اختبرنا، لكن نحن طبعا إيش شايفين؟ شايفين نموذج فني، نموذج المثلث، عشان كده نموذج المثلث على اليومي ماشي في النموذج على إنه أقرب للكسر، يعني ممكن نكسر الأحمر كمان إذا ما نبغى نعتمد على الأسود، ممكن نتوقع انه انكسر، بس لو جاء واحد قال لو كسر ابو عقعقه القناه، طيب لو ممكن يكسرها
ويروح 17 بس ما يقفل شهريا، يسوي وتد ويجي الافندي نازل مثلا في شمعة شهرية حقق النموذج، تقوم ايش تلاقوا وصل عند 17 بس قفل كده. فممكن لو سوى السيناريو ده بيأكد لنا ايش؟ انه هو راجع وبقوة. ما كان الغرض منه يصحح 61 فيبو، كان الغرض منه يشتت ذهنية الناس اللي جمعوا عند القناة، وبعدين ممكن يغلق بالطريقة دي ونجي نحن نقول آخر الشهر هل أغلق تحت السقف؟ لا لم يغلق. لكن طبعا نحن لما تفكيرنا المضاربي غير تفكيرنا الاستراتيجي، بس هذا شيء يا جماعة برضو يعطي كمان انطباع إنه ما زال العقارية استراتيجيا يحظى بمواصفات عالية. طيب لو جينا الآن وحاولنا نعتبر إنه هذه القناة المخترقة القوية دور، سحبت الماوس القياس من هنا لهنا وقلت حصل الاختراق هنا، أنا كده أبغى أبني لي زي ما سويته في الراجحي وحقق الراجحي. تخيلوا الراجحي بنينا له دور من 2006 والله جاب وصل 147 ريال من اختراق مناطق السبعينات، هو الراجحي وقيادي وأسهمه كثير. طيب هذا العقارية وشوفوا كيف طلعت الأهداف حقت السقف نفس الأهداف اللي قاعد يفكر فيها أخونا أبو باسل. فإيش نقول لأبو باسل؟ هل نقول له أنت في الخط السليم وتفاؤلك في محله والله يرزقك يعني تكتيكك جيد ولا لا؟ هل يملك أبو باسل مؤشرات سلبية تخليه يغير قناعته؟ ولا معناه الرجل ما زال ماشي ضمن التحليل وضمن قواعد اللعبة الكبير، قاعد يخطط على إنه هو قريب قيعان لاختبار مرحلة حاطط لها أبعاد وحاط مسوي لها تكتيك وناوي يروح بعدين يقول لك متوقع. وفعلا كل الخطوط العريضة اللي هي إنه يتفاعل نقول نعم من حقه يتفاعل لأنه فوق المتوسطات الشهرية الثلاثة. اثنين يحق له يتفاعل لأنه خارج عن مسار 14 سنة هبوط. ثلاثة من حقه يتفاعل لأنه ما عنده إغلاق شهري تحت القناة الحمراء، سقف القناة حتى لو كسرها مضاربية ما نقدر نقول له انتبه وخاف على نفسك، لأنه هو الآن يعتبر نفسه في الدور إيش؟ الدور الثاني ما لم يغلق شهريا دون. فلو كتب الله له صعد خليني أوريكم هنا يا حبايبي، قبل ما يوصل السهم لقمة عام 2018 كان عنده قمة، لما اخترقها سوى قمة جديدة هنا. فإيش حنعتبر دي حقت القمة دي؟ هذه فرعية ولا رئيسية؟ حنعتبرها عند النظرة الكبيرة أن هذا السقف ونحن رايحين مرحلة. أنا لما أجي طالع ما أجي أقول رايح من هنا 27 أنا 42، لا أقول أنا رايح من هنا مرة تانية 27 أختبر القمة. إذا تم اختراق القمة مع السقف ده أتفاءل بالسقف اللي فوق 42 ريال. من باب إيش؟ من باب إني قاعد أحمي نفسي وأحمي أرباحي مرحلة مرحلة. كيف أفتح ملف 42؟ زي دحين لما شرحت لكم كيف أفتح ملف 17 إذا كسر إيش؟ قلنا المثلث أو السقف اللي رسمناه استراتيجيا أو حتى السقف الأحمر ده. وكيف أعرف إنه أنا حروح 42 إذا اخترقت 27-28 ريال السقف الفرعي ده؟ فهذا أنا سأعتبره ضمن المنظومة اللي أنا شرحتها الكبيرة دي، سأعتبر إنه هذه سقف القناة مو رئيسي فرعي زي هذا اللي تحت اللي كان عند 2017 اخترقوا جاب قمة شوف فصار عندي سقف. شوفوا لاحظوا لما جاء كسروا هنا وجاء طالع قبل كورونا كان يعتبر مقاومة سقف خلاص من الأسقف اللي تبنت. هذه مبدأ القنوات اللي نتكلم عليها نحن. أتخيل واحد راسم شارج زي كده وقاعد يشتغل عليه استراتيجية، ألا يوفق في عملية الدخول والخروج في المناطق الكبيرة؟ حيوفق بدرجة كبيرة جدا، حيكون أحسن من اللي فاتح لي فريم صغير
وعايش لي على أهداف صغيرة قد 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 يخم الشارت الصغير إنه هو مخترق، لكنه قد لا يدري أنه في محطة قوية جدا على الفريم الكبير، فيقول لك أوف والله شوف خرب التحليل. لا مو خرب التحليل، أنت كانت قراءتك ذات قصر نظر، فلو كنت تتبع الأمور الكبيرة ثم نزلت الصغيرة كانت انكشفت لك الأمور. أنت لازم أول شيء تطل في الكبير بعدين تنزل على الصغير، مو تروح تدخل في الصغير وبعدين لما تتورط تروح تفتح الكبير. هذا ردا كمان على أحد الأخوان اللي كان يقول لي ليش يا أبو محمود تحليلاتك شهري؟ قلت له أنا مو على طول أحلل شهري، أنا من الناس اللي أحلل مضاربيا على التحليل اليومي، بس ما أقدر أدخل على اليومي إلا عندما أصعد من فوق السطح وأقرأ الأحداث الكبيرة، لأن الأحداث الكبيرة لما أنزل تحت أقدر أتصرف فيها بسهولة، لأني أعرف فين القوة فيها وفين الضعف فيها وفين الأشياء اللي أنا ممكن لو نظرت لها على اليومي ما أتجاوز حدودي وأحلامي فيها، إما صعودا أو في حالة القلق وإما هبوطا. طيب في حاجة ناقصة في الشارت، مين يقول لي شيء؟ الآن نحن شغلنا كله رسمناه في بعدعد متكتك استراتيجيا، بس في حاجة في شيء كده ناقص في الشارت، لو حطيناه يعطي للشارت هذا يخليه ينطق الفيبو. يا سلام، بما أننا بنتكلم عن موجة اقتحمت ترندها من 2006، معناه حنسحب الفيبو من فين؟ من 2006. خلونا نشوف أبو عقعق أين يقف بالنسبة لمدرسة الفيبوناتشي من قمة 2006 إلينا الآن، لعلنا نخرج بفائدة قوية تدعم رؤيتنا. فطبعا الأعلى التاريخي كان 53-33 هلل، والأدنى في عام 2016 7.24 ريال هلل. يا سلام ما شاء الله تبارك الله، أخونا أبو باسل جالس يفكر بأبعاد قد تصل إلى 78 فيبو من موجة 2006، والقناة حقت الدور الثاني، يعني معناه أنت تتكلم عن قريب 78 فيبو. إيش اللي حصل لما السوق اقتحم السقف الأحمر وكيدو كان مقتحم الترند؟ كان هناك حدث جوهري حصل، اقتحم الـ 23 فيبو. شوفوا الـ 23 فيبو كم؟ 18-12 هلل. أخذت السهم لاختراق 38 فيبو، قفل فوقها. يعني يا جماعة الخير أتخيلوا السهم لما وصل 27، شفتوا المنطقة اللي كان يقول عليها أبو محمود لازم ما يكسرها استراتيجيا؟ لو ترجعوا لتحليلات قديمة لي في العقارية والعقارية ب26، روحوا شوفوا فين كانت قواعد اللعبة تقول لنا لا يكسر العقارية. كان من ضمن هذه القواعد إنه أبو عقعق لا يغلق تحت 38 فيبو من 2006. هنا حصل الخلل فكسر أبو عقعق 24-85-25 على النظرية وسقط السهم، وكأننا نحن لما نوصل 19-75 نكون نحن قريبين من إيش؟ من دعم 23 فيبو. وتونا شفنا في التحليل اليومي إنه لو السهم عدى 23 ريال وقال وزود الشمن كحلي كاشف لنا هدف عند النسبة الذهبية. كم النسبة الذهبية؟ قريب 25. شوفوا كم طلعت النسبة الذهبية، يعني يوم أنا مضاربيا أخترق 23 أكون يوم أكشف النسبة الذهبية على اليوم هي توافق إيش استراتيجيا؟ توافق 38 فيبو مرة أخرى من 2006. يعني هذه يمكن المعلومات اللي نحن ممكن ما تفيدنا الأيام دي لأنه موقع السهم بعيد، ما أننا متشائمين يروح 18 لأنه زي ما قلنا داخل مثلث وفوق الترند الأحمر وفوق الترند اللي قلنا الصغير الأسود، فما يهمنا الفيبو ده. طيب ممكن أرسم فيبو تاني يعطي للشارت خليه ينطق أكثر كلغة أرقام مهمة؟ نعم. إيش أسوي؟
أروح أخذ الفيبو من قمة 2014، هذه برضو قمة رئيسية، بما أنني لم أغلق فوق القمة حقتها فيبقى الفيبو عندي قائم، وأروح أسحبه إلى القاع وأشوف إيش يعطيني معلومات مهمة قد تنفعني في فترة الحالية. ولو سحبت الفيبو من قمة 2014 27.74 هلل مرورا بقاع الموجة 7.24 ريال اللي هي كانت في عام 2016، انحطت أرقام في غاية الأهمية. أوف، تارينا نحن واقفين عند النسبة الذهبية المخترقة من موجة 2014 فوق 19.92، وشوفوا 3 شهور يحترمها. طيب لو أراد أن يذهب إلى 78 فيبو من 2014 أين تعادي؟ الله أكبر، 23.36 هللة، يعني 36 هللة فوق مقاومتنا أو هدفنا القريب 23. يعني أنا بمجرد أوصل 23 أكون وصلت استراتيجيا على فيبو 2014، فين؟ كأني رجعت إلى 78 فيبو. شايفين كيف الأرقام مع تحليلاتنا الاستراتيجية؟ شوف وتحليلاتنا الفرعية بدأنا نقرأ أرقام مهمة. يعني أنا حتى لو وصلت 23 والسهم واقف عندها ومني متأكد رايح ولا مو رايح، أقوم أقول والله إذا يؤكد لي أنه رايح يخترق 78 فيبو من 2014 لعله يكشف لي رقم مهم زي 24.85 38 فيبو من 2006. وسبحان الله، ولو جينا ننظر الآن إلى فيبو الدعوم تحت، لو كسرنا 19.92 حنلاقي زي مو 18.10 تمثل لي نقطة فيبو قوية، هي كانت أول 23 فيبو من 2006، أيضا معناه أنا كأني في نصف موجة 2014 قريب 17.5، يعني حيكون ما بين 17.5 18.10. ناهيكم 17 اللي حط لكم هي 61 فيبو تصحيح أخونا أبو باسل، يعني معناها أنا لما أنزل إلين 18 ماذا سيقول أبو محمود في العقارية؟ العقارية يقف فوق دعم استراتيجي ما بين 18 و17 بانتظار أن لا يؤكد الإغلاق الشهري تحت القناة الحمراء لا قدر الله مثلا، وقيدنا حققنا هدف المثلث في الأسفل في حالة الكسر، فلو جاك أبو عقعق سوى شمعة الوتد وصعد فأغلق فوق الأحمر معناه حيبان عندنا كأنه انتهى التصحيح، وكيد الشمعة دي ممكن تأخذنا بشكل أفضل لا سمح الله في حال حصل النزول. فالشاهد في اللي أقوله في الكلام الأخير إنه حتى نقاط الفيبو خلتنا نستشعر بقوة حتى الدعوم الكبيرة اللي تكلم عليها أبو باسل اللي حطها للاستراتيجيين وقال لهم أنا متفائل لكم في العقارية روح الأربعينات ما لم يكسر 17. كيف الكلام ده؟ شايفين التحليل الكلاسيكي كيف؟ يعني أنا بس كده أضفت لتحليل أبو باسل زي ما يقولوا إيش؟ حطيت له زبركة زي كده، ذكرتكم ببعض الأشياء المهمة. فنسأل الله أن يبلغ أخونا أبو باسل ما يراه في العقارية. بس نحن عندي ملاحظة بسيطة جدا، أنا العقارية من أسهم اللي أحبها، لكن في حاجة واحدة معكرنة عليه. لو تلاحظوا أني أنا ما أتكلم في العقارية الأيام دي ومني قريب منها كثير، صد نفسي بخبر رفع رأس المال باكتتاب حقوق الأولوية كما صد نفسي أيام الخليج للتدريب. وأنا بصراحة شفت كيف تعاملت مع الخليج للتدريب، قلت ستوب يا جماعة، أنا إنسان لا عودتني سياستي وخبرتي في السوق إنه أي سهم عنده حقوق أولوية بناء على ما لمسته من تجارب الآخرين، وأنا بصراحة تجربة ما عندي استعداد أخوضها، خلونا نلغي
يعني نسوي ستوب في تعاملنا مع السام إلى أن تنتهي الحفلة، ثم بعد ذلك نقرر. شوفوا إلى اليوم أنا لم أقرر الدخول في العقارية، علما إنه العقاري في الخليج للتدريب، علما إنه الخليج وصل إلى حافة الدعم حقي اللي هو 18 إلى 17، هو إلى الآن الخليج 18، بس أنا عشاني ما شفت ال 17 تخيلوا إني متردد وقيدي مشغول في أسهم تانية. لكن إيش بدي أوصل لكم لفكرة، إنه تخيلوا إلى الآن أنا بعت الخليج للتدريب ب 28 ريال وبخسارة بسيطة في تلك الحقبة، وخسارة مو حقيقية، خسارة بسيطة من لأنه تعرفوا إحنا في الخليج من أيام 25 أيام قاع كمان وبايعينه ب 32 ورجعنا نشتري، فكانت الخسارة بالنسبة لي بحكم إنه واحد يطلع أرباحه كل شهر فيدخل الشهر الثاني برأس المال يعتبر هذا رأس المال، فطبعا نزل الخليج للتدريب، فأنا أذكر إني بعته بدون ما حقق نمو في الشهر اللي بعده مثلا، فبعته ب 28 وشرت من إيش؟ من مسألة حقوق الأولوية. إيش اللي حصل؟ ضغط الخليج، ضغط الخليج إلى 25-70 وقسم السهم، ولما قسموا قسموا على كم؟ قسموا على 20-75 وشوفوا أو 20-80. شوفوا إلى اليوم الخليج ما هو قادر يطلع فوق منطقة التقسيم، ونزل السهم إلى 18، معناه اللي خاضوا ودخلوا المرحلة وجلسوا في الخليج، أو خلينا بلاش نقول الناس القدامى، خلينا نقول واحد اشترى يوم الإغلاق وقال أبغى أدخل حقوق الأولوي، فاشترى الخليج ب 25-75، قسموا له السهم على مستويات 20-80. اليوم راعي الخليج كسبان ولا خسران بعد مرور الشهر ونص دي؟ خسران. غناهيكم إنه طفشان، لو كانت السيولة دي متحررة بين يده بيلعب فيها في فرص متحررة ما دخلت هذه المعمعة كان يمكن أبرك له. فعشان كده نحن بنسأل نفسنا الآن، هل الآن لو دخلنا بعقعق ندخل بشكل استراتيجي ولا ندخل بشكل مضاربي؟ ندخل بشكل مضارب. فلو حددوا يوم أن في التاريخ الفلاني يفترض إنك إيش من وجهة نظر تخرج، وتأجل الاستراتيجيات إلى فين؟ إلى ما بعد رفع رأس المال واكتتاب حقوق الأولوية وتجزئة السهم. لما ينتهي الملف ده نجي نطل في أبو عقعق، فلو جينا شفنا أبو عقعق الشارت ما حيتغير، فقط الأرقام حتتغير لو كان في رفع رأس مال، فقط الأرقام، الرسومات ما تتغير، بس ممكن الدعم اللي نحن شايفينه عند 17 يتغير يصير له رقم آخر، ممكن يعني الأرقام فقط هي الأهداف اللي شايفها أبو باسل ممكن تتغير كأرقام، لكن كنسبة عطاء كنسبة نزول هي هي، بس أرقام تتغير، الرسومات ما تتغير، الشارتات ما تتغير، الترندات ما تتغير، فقط أرقام نسبة وتناسب. فهمنا؟ فأنا طبعا هنا بأتساءل، لا والله صد نفسي لما قالوا رفع رأس المال، فمعنى ذلك لو جيت أبغى أتجرأ أدخل العقارية فأنا سأدخل على أساس هدف قريب وأطلع، لن أدخل استراتيجي. ليه؟ إلين تنتهي هذه الحفلة أو يلغوها، يعني يا ينزل خبر يقول بطلنا نرفع رأس المال خلاص قابلين باللي عندنا خلاص نخش استراتيجيا، أو تنتهي الحفلة بعدين نقول والله هذا السهم يشار إليه بالبناء. هذه وجهة نظري طبعا أنا الشخصية، يعني مو من دحين أبغى أدخل أخطط إني كيف أكون في العقارية أجمع عشان أروح 40، لا بعدين تجيني رفع رأس المال وأدخل في المعمعة دي، لا خلصوا. أنا طبعا الحمد لله عشت التجربة دي، شرت منها في زين ما خطها، ولما انتهى الاكتتاب حقوق الأولوية قيدنا دخلنا في زين بسعر كان أقل، والحمد لله طلع معانا ذيك الأيام من 12 ريال إلى 15 ريال، من 12.40 إلى 15 ريال، وشرت منها من الخليج للتدريب
والحمد لله شوفوا الآن أنا مريح دماغي من اللي قاعد يصير، ولو جيت الآن أبغى أدخل في الخليج وأجمع فأنا بأدخل بأجمع بأقل 15% و20% من بيعتي في الخليج ب28. بس هي هذه الملاحظة البسيطة اللي حبينا نلفت النظر عنها.